تليها آقا بريقا عيدان كقران كجمريادة سومالي لان سرييقو تعالي بري ايا ماانتا مقالادة لاس عانود او بريهان باوچو ايا هولاها قرمت كنبادينتا ايا بيلاها كونفورتا قبل كسول كلها اللي ورباهنتا قران كجمريادة سومالي لان ايا قبل كسول استغو الشيقين قطبادي لوان اي حكومتو اي كسو سارتاي تريرتا لبادة بيلود اي فلين وحنا ما هاد نقبل لارو سوتشي دي عقاشي يوح قرد كديقان نداسي لركنجي يهي ساحدير وشيغين سيموك يميسان لارو سو لويين إذا ماذا قرن كايا چي داسي بسم الله انا ساق هو حندونا بيها انا نفتي منو واتي القا يما دين قبل كنصول وفت بدن ووسير شدي وقومي ساوين هسو مالان اي كم ديهي وعلاقة صو صاري قطبوه قطبوه دا سو جيدو احايد ان لغو صو افجاروه ديريرتي مدده كسو عطي بيالاها ناركاين ايو صاح دير مركا قطبوه دا واحو قوميهيم سنة ان عيدا مدقران كو تاقان ماشا لياهدو ناركاين ايو صاح دير سلام مركاين ويد ديجين قطبوه كالباد نووحو احا ان لغو صو قادو عيدا كي قرميسنا ee u shaqayn jiray ee ciidan beeleedka ku shaqayn jiray isla markaana lacagta qaadan jiray oo joogay goobaha dharkayn iyo kalabayn kuwana wala soo qaaday wax ku xigay milishiyadii gacanta reerku ku hayay iyagana wala soo qaaday iminka waxay sugeysaa culimada iyo odayaashii hawsha dhexdhexaadinta waday inay hawshooda qabsadaan iyagana waa sawraysanay حبتنا واسيني ينوح نوشيغ انسيدي اوح ولقيري لحيين انتها واحد رأسن لبو وفتي ومدنا اتوبيا كيمي وبرا سابك وردير هقامني مدنا لاس عانود كتيجي وبرا سابك لاس عانود قبل قصول ايو سراكي شاكيت هراي كوكول مين ساح دير يدار كين تاسو لقاقو ده هدليي نبدقل يدا جار نمادا ايو سيد اللوغة وضع الشقين لها حالة ده هالكا كجرة يغنى أفكار الشافية عن أيام حياة هذه اللي اسكو أفكارتها سيفية عن أي اللوغة سودوي يو آدي ياد ولو أماح نقين برشادة شوك تالكاس إدقانكا مركا أخرين داول بإيدان كو واحد شوكين رمي يو مجلي دبتاق أو أه لولكي ديريرتو مركا أخرين كنات آدي ياد بينوغة الشقين وحقارتك إيو عقاشا iyo ulimada iyo intii aqalka ehelka oo hoodan dhawaan ayay ahayd markii wafdi culus uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo heliyay taliyaha guud ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyaga Nuux Ismaaciil Tani ay u tageen deegaanada Dharkeenge iyo Dabataag Kalabayd ee koonfurta gobolka Sool si dadka deegaankaas ay u gaarsiin lahaayeen waxtarka ay nabadgelyadu u leedahay bulshada kumada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa geed dheer iyo mid gaaban ba u fuushay in dadka deegaankaasi ay dirto ay dhex martay ee walaalo ahaa la nabdeeyo waxaana iminka gacanta ku haya guddi culimada wa Barkhad Cumar Axmed Urbaanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland la saxanood